يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم وحلقات الفترة القادمة كلها في الحقيقة هتكون مهمة للغاية. ليه؟ لأن احنا خلاص هنبتدي نتكلم عن استعدادات النادي الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر، وأيضا هنتابع كواليس هذه الاستعدادات وكل جديد يخص فريقنا الحبيب خلال الفترة الحالية الهامة جدا في مشوار النادي الأهلي بشكل عام. كمان حلقتنا زي ما حضراتكم عارفين دايما بيبقى معانا اخبار محليه وعالميه متنوعه وبنتكلم فيها باستفاضه. الجزء الثاني من حلقه اليوم هيكون الاستاذ ابراهيم داوود الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الكره والملاعب ضيفنا العزيز في حلقه اليوم، وبقاله فتره ما بيطلعش معانا ودايما حلقاته بتبقى مميزه وفقره بتبقى مميزه للغايه مع الاستاذ ابراهيم داوود. في البدايه اهم العناوين، يلا بينا. وبدا الاستعداد للزمالك. فايلر اجتمع مع جهازه المعاون ويبدأ دراسة الزمالك بالفيديو. الجبلية تقرر تكريم المنتخب الأولمبي قبل مباراة السوبر. اتحاد الكرة 6 كاميرات الحد الأدنى لتطبيق تقنية الفار بالملاعب المصرية. وصلاح يقود ليفربول أمام نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي. ألف مليون مبروك طبعا لكل جمهور النادي الأهلي، فوز غالي امبارح على فريق المصري البورسعيدي في مباراة كانت صعبة وقوية جدا والنتيجة كانت كبيرة، لكن أداء ما كانش بالصورة المطلوبة أو ما كانش على غرار مباراة طلائع الجيش باعتراف مستر رينيه فايلر، وده أمر مهم جدا اعتراف مستر فايلر بجزئية الأداء، وبيدل على ان الراجل قاعد مركز والراجل عارف اهدافه بشكل كويس جدا وعارف ازاي يطور من فريقه، وهو صريح كده من الاخر يعني يا جماعه احنا كسبنا ماتش كبير قوي وكسبنا بنتيجه كويسه، لكن مش ده الاداء اللي انا كنت منتظره من لعيبه النادي الاهلي. وزي ما احنا متفقين قبل كده في عدد كبير جدا من الحلقات اتكلمنا ان في مباريات تستحمل الاداء والنتيجه ومباريات اخرى ما تستحملش، ومباريات تبقى الاهم فيها ان انت تفوز، فده امر بيبقى مهم، وده اللي حصل امبارح في مباراه الاهلي والمصري. اهميه الفوز امبارح طبعا في المباراه الكبيره دي وبالنتيجه الكبيره دي انك بتخطو خطوه جديده في مشوارك نحو الحفاظ على بطوله الدوري وماشي بخطى ثابته، و15 مباراه 15 انتصار، وده امر غايه في الروعه وفي الاهميه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وقدامك ماتشين عشان تعادل رقم مستر مانويل جوزيه من خلال مواجهتي الزمالك في الدوري المقرر ليها يوم 24 ومباراه ام بي ايضا المباراه المؤجله، وبعد كده ان شاء الله تحاول تكسر هذا الرقم، لكن ايه ناخدها واحده واحده، ده اللي احنا متعودين عليه دايما. اهميه الفوز ايضا امبارح في ايه؟ في الجانب المعنوي. ليه؟ لان احنا مقبلين على مباراه سوبر بطوله مباراه الزمالك في ابو ظبي ان شاء الله يوم الخميس الجاي، فان انت تكسب مبارياتك وتكسب بالنتيجه الكبيره دي في تالق عدد من اللاعبين فده امر يديك دفعه معنويه مميزه قبل مباراه السوبر. لكن في كل الاحوال الاهلي جاهز للمرحله الحاليه والمرحله المقبله بشكل كامل، لانها كلها تحديات بينتظرها طبعا جمهور النادي الاهلي وبيتمنى تحقيق الاهداف فيها ولتتمثل في الفوز في كل المباريات على غرار مباريات الدوري، وعندك مباراه السوبر امام الزمالك فهي مباراه ايضا غايه في القوه والروعه. عايزين نتكلم بشكل اكبر عن مباراه الامس بالتحديد، ودايما مباراه المصري بتبقى مباريات صعبه للغايه، دايما بيبقى يعني فيها نديه كبيره، احنا عارفين الحساسيه شويه ما بين مباريات الاهلي ولا المصري في الحقيقه، فمميز قوي 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 فريق النادي الاهلي بالامس بغض النظر على الاداء في بعض الفترات، يعني احنا ابتدينا 10 دقائق مميزين جدا قدرنا ان احنا نجيب جون من خلال علي معلول المتالق، بعد كده الاداء هبط شويه، لكن من ضمن الايجابيات ان انت بتعود مع نهايه المباراه وبتحرز اهداف، اخر 10 دقائق هدفين للنادي الاهلي ده امر مميز جدا. من ضمن كمان الحاجات الجميله قوي 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 بصراحه كهرب وتالقه امبارح في مباراه المصري وصناعته الهدف واحرازه الهدف اخر بشكل جيد معنويا كهرباء قبل المباراه اللي جايه ايضا شيء كويس قوي قوي بالنسبه لفريق النادي الاهلي، عنصر مميز وعنصر اكيد اضافه للفريق في مختلف المباريات، فبالتالي ده امر من ضمن الامور الهامه اللي بتميز النادي الاهلي في مباراه الامس. عايزين نستعرض الاهداف مع بعض بخصوص مباراه الاهلي والمصري، لان الاهداف كلها في الحقيقه جيده، وكمان اداره فنيه كانت مستر رينيه فايلر كانت اداره ممتازه. ليه؟ لان التغييرات دايما بصراحه احنا الفتره اللي فاتت
قبل مستر فايلر كان عندنا مشكله مع المدير الفني اللي لازم يتدخل في الشوط الثاني ويعرف يقرا المباريات. ممكن البعض مننا بينتقد مستر فايلر في التشكيل اللي بينزل بيه المباراه، لكن في نفس الوقت بنلاقي الراجل في الشوط الثاني بيعدل، بيقرا الجيم، بيقرا المنافس بشكل جيد وبيتعامل معاه بشكل ممتاز. حصل ازاي؟ من خلال التغييرات اللي حصلت، نزلت كهربا ونزلت جيرالدو، لعبت على السرعات، وبعدين لقيت نص الملعب عندك المصري واخده، رحت منزل محمود متولي اللي نزل وتألق، ومن اول ما نزل ابتديت انت ايه تمسك نص الملعب تاني، ومن خلال سرعات جيرالدو وكهربا ومهاره اجايي قدرت ان انت تحرز هدفين كانوا غايه في الروعه وفي التميز في الحقيقه. فدي من ضمن الجوانب الهامه جدا، ان انت خلاص بقى عندك مدير فني كوتش يقدر يقرا المباراه في الشوط الثاني. كنا بنفتقد الكلام ده بصراحه الفتره اللي فاتت. كنا بنبتدي مع مدربين كتير تشكيل كويس والشوط الاول بنبقى ممتازين، نيجي الشوط الثاني الدنيا بتتلخبط شويه. ليه؟ لان ما كانش في مدرب بصراحه، يعني ما كانش في مدير فني بيعرف يقرا الجيم كويس. فميزه مستر فايلر تتفق او تختلف معاه، هو كوتش بيقرا بيقدر يتعامل ويقرا المباراه في الشوط الثاني تحديدا. وهو الشوط الثاني زي ما احنا عارفين دايما شوط المدربين. الهدف الاول كان لعلي معلول بشكل مميز بعد جمله جيده وضربه جزاء قدر انه يحصل عليها علي معلول. ادي محمود متولي كمان في الهدف الثاني، وكهربا التصرف الفردي والثقه وهو بيمر من اللاعبين، ودي شخصيه اللاعب الكبير. تصرف اجايي حاجه غايه في الروعه. ليه بقى؟ لعيب تقيل كده، مش متسرع خالص قدام المرمى، مش عايز يخلص من الكوره، مش عايز يتفلزج، لا يتفلزج، لا هو الراجل اتصرف بهدوء وقدر ان هو يوسع لنفسه الزاويه وحطها بشكل مهاري ممتاز جدا. وفي الحقيقه جاي من ضمن اللاعبين اللي ما فيش غنى عنهم بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي واللي بيعتمد عليهم اعتماد كلي مستر ريني فايلر. لكن مهاره كهربا ده اللي مطلوب خلال الفتره الحاليه، وخصوصا ان اللاعب ابتدى يندمج بشكل كبير جدا مع فريق النادي الاهلي، وكهربا ما فيش خلاف عليه اطلاقا يعني. فدي كانت تغييره مميزه، تغييره محمود متولي واللي اتت بثمارها وقدر النادي الاهلي ان هو يحرز هدفين ويخلص المباراه. الهدف بقى الثالث هدف جميل جدا، وبصراحه لما شفت الهدف ده اول ما شفت اجايي وهو بيعدي من لاعب المصري البورسعيدي هوريها لكم دلوقتي، تعديه مميزه جدا. هتفكركم بايه؟ هتفكركم بابو تريكه وهدفه في عبد المنصف لو تفتكروا. اعتقد هي دي، بص اوب لما الولد الحركه دي في 2007 ابو تريكه قدر ان هو يعملها في عبد المنصف، وكان جون شهير جدا. لو نعرف نجيبه يا جماعه يبقى شيء مميز يعني. فبالتالي اجايي لاعب مهم جدا جدا، واكيد استفاده كبيره من لفريق النادي الاهلي قبل المباراه، استفاده معنويه تحديدا قبل مباراه الزمالك ان شاء الله يوم الخميس المقبل. بالتالي الحديث عن مباراه الزمالك، قبل ما اتكلم عن مباراه الزمالك كان في تصريحات مهمه جدا لمستر ريني فايلر، نروح نشوفها ونرجع مره ثانيه. يلا بينا. هو تحليله بيقول المباراه طبعا دي مش احسن مبارياتنا، مش احسن ادائنا، وكان ماتش غريب ان احنا بدانا اول ربع ساعه كنا كويسين جدا، كنا جايبين الجيم وجبنا جون، بعد 15 دقيقه بالظبط مستوى نزل تماما، بس الخصم بتاعنا ما عرفش يتعادل، ما عرفش يجيب جون، واحنا نجحنا نجيب جونين تانيين كويس، كسبنا 3-0، بس مش احسن اداء لينا احنا، مش يعني انا مش راضي عن الاداء، بس طبعا النتيجه بتبقى مهمه، بس في ظل المباريات المتتاليه واكيد اللعيبه فيهم اليوم حاله من التعب، اكيد مرهقين، وده طبعا مؤثر في الملعب، والاساس دلوقتي ان احنا المهم بالنسبه لي ان احنا نكسب المباراه ونفكر في المباراه الجايه بعد. ان كان في لعيبه كان ممكن مهدده بالغياب عشان تاخد انذار تالت النهارده يعني، فيا ترى انت كان في تعليمات للعيبه دي ان هم ما يحتكوش جامد او يحافظوا عشان ما ياخدوش الانذار التالت؟ قال لا انا ما بقولش حاجه زي كده، اللعيبه دي كبيره مش اطفال صغيرين، عارفين ان هم المفروض افضل يحافظوا على لعبهم ما ياخدوش كارت الانذار التالت، بس برضه في نفس الوقت لو طلبت منهم متحفظين زياده على اللزوم وده ما حصلش كان القوات المشتركه ما كانوش هيكسبوها، ما كانش الاداء هيظهر بشكل كويس. انا ما بطلبش حاجه زي كده، هم ناس كبار ومحترفين وعارفين هم المفروض يعملوا ايه من نفسهم. بيجاوب على حياتك بيقول لك نفس اجابه السؤال بتاع صالح جمعه تقريبا، هو اصلا ما ينفعش اسال ليه بيلعب او ما بيلعبش، لان دي حاجه بترجع لوجهه نظر فنيه. عموما انا عندي لعيبه كلهم المفروض يبقوا جاهزين، وانا بلعب بس 11 في الملعب حسب قانون اللعب، وسبع احتياطي ما اقدرش العب الناس كلها، بس زي ما انتم شايفين كل واحد بياخد فرصته. بادجي محتاج وقت عشان يتاقلم مع الفرقه ويدخل جوه الفريق، وما ده محتاج وقت، فما اقدرش اقول النهارده انه يلعب اساسي او افرضه او احطه بشكل. انا ليا وجهه نظر فنيه اعرف امتى يكون جاهز، ولما يكون جاهز هو شاب لسه صغير في السن وعقده سنوات طويله، لسه قدامه مستقبل كبير مع النادي، لما تيجي فرصته هديله. لكن دلوقتي اللعيبه المفروض كلها تكون جاهزه، وانا بختار القائمه اللاعبين الاساسي والاحتياطي في ضوء الاستعداد
المعد الفني والجاهزيه لكل مباراه. طب هو السؤال كان بنهنيك وانت كان بيقول انك لعبت ماتشات مع فرق قويه، لعبت ماتشات مع فرق قويه وحققت انتصارات، بس هو بيتكلم النهارده عن التغيير الثالث، محمود متولي اللي نزل. كانوا متوقعين ان محمود متولي ما ينزلش، ينزل حد ليه دور هجومي اكتر من دور دفاعي. فاجابته قال طبعا ما اقدرش اجاوب على سؤال زي ده، دي وجهه نظري فنيه. لو كل واحد هتكلم ليه لعبت ده وما لعبتش ده، يعني مش هقدر اني اقنعكم، لاني في اخر وجهه نظري فنيه انا المسؤول الفني نمره واحد، ودي وده رايي، وده على حسب سير المباراه، وده رايي الفني انا بحتفظ بيه لنفسي. ما اقدرش ابرر كل لعيب، كل واحد اللعيب ده لعب ليه وما لعبش ليه. اكيد كان كلام مهم جدا مستر ريني فايلر عقب مباراه المصري بالامس، وخصوصا كلنا توقعنا كجماهير مثلا عارفين ان في ماتش مع الزمالك يوم الخميس، فبالتالي عارفين اللعيبه اللي عندهم انذارات سواء ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني. محمد هاني ما لعبش، لكن علي معلول وايمن اشرف شاركوا المباراه بشكل كامل في مباراه المصري امبارح. فده بيدل على ايه؟ بيدل على مستر فايلر بالنسبه له المباريات كلها واحده، يعني مفيش فرق ما بين مباراه مصري مثلا او اي فريق ومباراه الزمالك، مش هدخر اللاعبين عشان خايف من الانذارات. لا، هو قال كمان جمله مهمه جدا، عارف لعيبتي كبار جدا، عارف امتى يقدروا ان هم يخلوا بالهم من الانذارات وامتى انا كمان اقدر استفاد منهم في المباريات المختلفه. فده امر مهم جدا يدل ايضا على شخصيه مستر ريني فايلر. طيب دي من ضمن الامور الهامه. جهزتوا لي الجون؟ هاتوه. ماشي، الجون بتاع ابو تريكه 2007، الشناوي واليو ديانج مفيش خلاف عليهم ما شاء الله الفتره اللي فاتت كلها ماشيين بخطى ثابته، وكل اللعيبه ايمن اشرف امبارح عمل مباراه كويسه. لكن امبارح ده في الماضي، اللي جاي بقى ايه؟ مباراه الزمالك. الكل مستعد لهذه المباراه، تبقى مباريات الاهلي والزمالك مباريات قمه خارج التوقعات، محدش يقدر يتوقع اطلاقا مين هيكسب في المباراه دي، خصوصا بعد فوز نادي الزمالك على الترجي التونسي امبارح في السوبر الافريقي وفوزه باللقب 3-1. فبالتالي الفرقتين فايقين قوي ما شاء الله، بالتحديد النادي الاهلي، والفرقتين مستعدين لهذه المباراه. فالتوقعات ما حدش هيقدر يتوقع المباراه. احنا طبعا كلنا هنا نتمنى الاهلي يكسب، اكيد ده شيء مؤكد، يعني ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب البطوله دي عشان يبقى تاني بطوله على الزمالك في السوبر في 4 شهور تقريبا بس، يعني ده امر هيبقى مميز. فالكل بينتظر والكل بيترقب مباراه يوم الخميس باذن الله، وهي فعلا مباراه خارج التوقعات. امتى كنا بنتوقع بصراحه برضه عشان ما منطقيين معاكم؟ الفتره بتاعت مستر مانويل جوزيه، جمهور الاهلي كان بيبقى قاعد كده حاطط رجل على رجل وعارف ان الاهلي هيكسب. كان التوقع ايه؟ الاهلي هيكسب كام؟ دي فتره مستر مانويل جوزيه، دي حقيقه، ده واقع باعتراف الكل، يعني يكسب بقى 2، يكسب 3، مع مستر مانويل جوزيه في الاول خالص كسب 6، فده كان طبيعي في الفتره، مش عشان مستر مانويل بس، عشان اللعيبه اللي كانت موجوده في التوقيت ده، وعشان كان في المقابل كمان نادي الزمالك كان ضعيف جدا في التوقيت ده. فكنا نقدر نتوقع، هي دي الفتره الوحيده اللي كان ممكن تتوقع فيها نتيجه مباراه الاهلي والزمالك، بس الشطاره بتاعتك في التوقع كانت في السكور اللي ممكن يقدر يكسب بيه النادي الاهلي، مع كامل طبعا الاحترام والتقدير لنادي الزمالك في هذا التوقيت. لكن دلوقتي على ارض الواقع الفرقتين تقال قوي قوي، امكانيات فنيه هنا جيده، امكانيات فنيه هنا جيده. مستر ريني فايلر مدير فني كبير جدا، ايضا مستر باتريس كارترون مدير فني كبير جدا، فمباراه هتبقى قويه في حضور جماهيري، واحنا متشوقين لهذه المباراه، لان دايما بنتمتع على مباريات الاهلي والزمالك تبقى بجمهور، وبالتحديد في دوله الامارات الشقيقه يعني. لكن نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. بالتالي الاهلي النهارده ابتدى استعداداته لهذه المواجهه المرتقبه، واللي الكل كان بيتكلم عنها يعني قبليها بشويه، قبل المباريات حتى ما تنتهي سواء الاهلي او الزمالك مبارياتهم المختلفه، لان دايما بتبقى مباريات الاهلي والزمالك من ضمن المباريات المرتقبه اللي بينتظرها طبعا كل جمهور الكره المصريه وجمهور الكره الافريقيه والعربيه بكل تاكيد. لكن الاهلي النهارده ابتدى استعداداته لهذه المباراة بشكل طبيعي جدا بعد مباراة الأمس أمام المصري، بكرة هيبقى راحة، لكن النهاردة عشان كان تدريب استشفائي لمجموعة كبيرة جدا من اللاعبين اللي بيشاركوا خلال الفترة اللي فاتت، مش بس اللي شاركوا خلال مباراة المصري. أنا هقول لحضراتكم بعض الأخبار اللي بتتعلق بالفريق بالتحديد في مران اليوم، وزي ما قلت لحضراتكم مران استشفائي للاعبين للتخلص من الإجهاد، وده من خلال مستر توماس بنك المخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، وامر يعني معروف دايما بعد اي مباراه قويه زي مباراه المصري بالامس. مستر فايلر كمان بيجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمباراه السوبر والبرنامج الخاص بالتحضير لهذه المباراه، سواء هنا قبل السفر لابو ظبي او بعد السفر باذن الله. احنا عارفين النهارده فريق مران عنده مران وزمانه خلاص بيخلص دلوقتي، وبكره هيبقى اجازه والفريق يسافر ان شاء الله يوم الاثنين نسبه كبيره جدا جدا. هيبقى في تدريب الصبح قبل السفر يوم الاثنين، وبعد كده عندك تدريب يوم الثلاث والاربع، وتلعب باذن الله تعالى المباراه يوم الخميس. فايلر كمان ابتدى دراسه الزمالك بالفيديو، يعني شاف او ابتدى يعني يشوف بعض المباريات الخاصه بفريق الزمالك على مدار الفتره اللي فاتت كلها، سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا بالنسبه لنادي الزمالك،
اول بطوله محليه او كمان بالتحديد مباراه الامس امام الترجي التونسي اللي كان سيء فيها جدا في الحقيقه الترجي. فالدراسه ده بيبقى امر مهم زي ما احنا متعودين دايما مستر ريني فايلر. كمان اتكلمنا على البرنامج الخاص باللاعبين او بالفريق لغايه المباراه. كمان عايز اطمن حضراتكم على بعض الاصابات في الفريق. احمد الشيخ امبارح ما شاركش عشان كان عنده نزله برد، فبالتالي تم استبعاده من قائمه ال 18 لاعب. قفشه كان عنده كدمه في الركبه، لكن الامور كلها بسيطه بالنسبه لهم وجاهزين للمباراه المقبله. فيما يتعلق برمضان صبحي، وده السؤال الاهم بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، رمضان صبحي اصبح جاهز لخوض مباراه الاهلي باذن الله تعالى يوم الخميس امام نادي الزمالك. اللاعب شارك في التدريبات النهارده بشكل طبيعي جدا، وبالمناسبه كمان يوم الخميس اللي فات الراجل شارك في كل فقرات المران، فخلاص كده اطمنه ان شاء الله رمضان صبحي جاهز لمباراه الزمالك باذن الله تعالى. تبقى الرؤيه الفنيه خاصه بمستر فايلر، الجاهزيه على حسب رؤيه المدير الفني، جاهزيه رمضان صبحي. هل بقى رمضان يقدر يبتدي، رمضان يبقى على الدكه ما يلعبش خالص؟ دي حاجه متروكه طبعا للجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر. كمان احمد فتحي النهارده اكتفى بمران في الجيم، وهو مران استشفائي للتخلص من الاجهاد العضلي الخاص باللاعب. كمان في المقابل كان في مران قوي لثلاثي حراس المرمى في النادي الاهلي، شريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. وفي المقابل طبعا كان محمد الشناوي عنده تدريبات استشفائيه زي باقي اللاعبين اللي شاركوا في المباراه امبارح. بمناسبه مباراه امبارح خلينا نروح نشوف تعليقات الجمهور، جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بالتحديد في مقر النادي بالشيخ زايد، ورايهم في مباراه الامس امام مصر. يلا بينا. الفريق واضح ان هو متماسك وان هو بيزيد مستواه ماتش للتاني، وواضح ان يعني ماشيين كويس وعاملين مجهود كويس. لا ان شاء الله، ووضع السوبر مختلف كمان، بس هو الاهلي ماشي ثابت والحمد لله منتظم، ربنا يحفظه يعني. طبعا اداء الحمد لله كويس لحد ما، مع ان في ثغرات شويه في نص الملعب، بس اداء كويس تمام، وكده الاهلي يتصدر وللامام ان شاء الله. والله التغييرات لحد ما ساهمت في التنشيط، بالذات كهربا الشوط الثاني عمل روح وعمل حياه حلوه وجاب جون وعمل جون كويس. والله كسبنا باقل مجهود، والماتش اللعيبه بتفكر في ماتش الصوبه، يعني تركزهم النهارده مش في الماتش، تركزهم في ماتش الصوبه. هو احلى حاجه فيه النهارده شناوي، هو عامل ماتش امامي، لولا شناوي كنا اتغلبنا الصراحه. هو طبعا هو بيريح لعيبه كتير عشان الماتش اللي جاي، اهم حاجه الماتش الجاي بتاع السوبر، احنا يهمنا بس السوبر بتاع الزمالك، ما يهمناش حاجه. الحمد لله كان كويس، وكهربا كان مكهرب الدنيا، كان حلو جدا، وثلاث اجوان كانوا حلوين جدا، كهربا ساعه اسيستين وحلو جدا. هو طبعا الفوز كبير، وماتش كان جميل الصراحه. الاهلي طبعا زي ما هو معروف لعب لاخر دقيقه، والنتيجه الجونين اللي جم في الاخر يعني بسم الله ما شاء الله، التبديلات كانت قويه، ماتش كان ممتع، يعني كان ممتع بكل المقاييس. النادي الاهلي بيلعب في حاله يعني نقدر نقول انها حاله جميله جدا. بالنسبه لادائه قبل مباراه السوبر، لا ان شاء الله تبقى مباراه قويه جدا وهيأدي فيها صراحه. وكهربا يعني كان عامل شغل حلو، انا شفته هو يعني ايه كمان له كان ضاغط، انا لسه شايف يعتبر كان ماتش من شويه يعني لسه جاي متاخر، بس هو شفته اداؤه حلو يعني الله اكبر عليه، بس هو برضه محتاج برضه كده تشد عليه شويه. يعني دي كانت اراء بعض الجماهير واعضاء النادي الاهلي عقب مباراه المصري بالامس، وخلاص بقى التركيز كله دلوقتي منصب على مباراه الزمالك باذن الله تعالى، مباراه السوبر وبعديها مباراه القمه لو اتلعبت يوم 24 باذن الله، وان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله. كمان النهارده عيد ميلاد لعيب مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي، هو الكابتن عماد النحاس، بنقول له كل سنه وانت طيب. الراجل ساهم في عدد كبير جدا من البطولات والالقاب للفريق على مدار فتره ذهبيه مميزه كانت مليئه بالنجوم في الحقيقه، كان معهم مستر مانويل جوزيه طبعا المدير الفني في هذا التوقيت، فكل سنه وهو طيب. الكابتن عماد النحاس نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني الحالي للمقاولون العرب، كانت فتره ذهبيه طبعا، اهداف كتير قدر ان هو يحرزها، كان مدافع هداف في الحقيقه، سواء من خلال ضربات الراس او من خلال ضربات الجزاء اللي كان بيحصل عليها النادي الاهلي. فيفضل كابتن عماد النحاس من ضمن الرموز الكبيره في تاريخ القلعه الحمراء، ونتمنى او هو صعب شويه ان انت تلاقي لاعبين بالقيمه دي غير بعد فترات كبيره. طبعا احنا عندنا حاليا يعني لاعبين ايضا مميزين جدا في خط الدفاع،
لكن ناقص بس ان هم ان شاء الله يسطروا تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي على غرار هذا الجيل العظيم واللي كان بيقوده في الدفاع الكابتن عماد النحاس. كل سنه وهو طيب. طيب خلينا نقرب من التمرين بشكل اكبر ونروح لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي عشان يطمننا على بدايه استعدادات النادي الاهلي لمباراه السوبر امام الزمالك. يا توفيق مساء الخير عليك. مساء الخير يا امير، برحب بيك وبمشاهدينا الكرام وكل متابعينا في كل مكان. اهلا بيك يا توفيق، طمنا على تدريبات الفريق واستعداده للمباراه المقبله. يعني زي ما قلت في البدايه على طول النادي الاهلي من غير راحه بدأ استعداد لمباراه السوبر ان شاء الله يوم الخميس المقبل في ابو ظبي. بعد الفوز بالامس على المصري 3-0 التمرين ابتدى الساعه 3. كان ابرز حاجه في بدايه المران ان كابتن محمود الخطيب دخل اللاعبين غرف الملابس واجتمع بيهم قبل الخروج للمران، قعد معاهم حوالي ربع ساعه، بعد كده تقابلهم عند الخروج للمران وصافحهم جميعا. سبقها برضو ان كان مستر فايلر اجتمع مع كابتن سلام حفيظ وكابتن سمير عدلي عشان الترتيبات لمعسكر الامارات ان شاء الله والترتيبات النهائيه والملاعب التدريب. كابتن سالم كان هيسافر هو كابتن سمير عدلي برضو قبل الفريق بكره ان شاء الله عشان يطمنوا على اخر الاستعدادات، بحيث ان الفريق ان شاء الله هيبقى مسافر بكره راحه من التمرين، ما فيش تمرين بكره، هيسافروا الاثنين. يبقى ان شاء الله كل حاجه جاهزه وفي استعداد الفريق عشان الفريق يبقى مركز في المباراه وبس، وان شاء الله يحقق المكسب ويحقق البطوله الجماهيريه للنادي الاهلي كلها. التمرين ابتدى على الساعه 3، كنا بدا ببعض التمرينات الخفيفه، طبعا كان معظم اللاعبين اللي شاركوا في المباراه مرات تمرين خفيف جدا. بعد كده كان تمرينات بالكوره وتمرينات على الكرات العرضيه، اختتم التمرين بتقسيمه بس شارك فيها اللاعبين اللي كانوا احتياطي في مباراه امبارح او اللاعبين اللي ما شاركوش من فتره. كان ابرز حاجه في التقسيمه ان كانت مشاركه رمضان صبحي شارك في التقسيمه بشكل كامل، شارك بشكل طبيعي في التقسيمه. سامعك معلش يا مياد، شارك بشكل طبيعي في التقسيمه مفيش اي مشكله يعني؟ يعني شارك بشكل طبيعي وهو بيلعب شويه على الواد برضه يعني في شويه خوف على رجله وكده، لكن شارك بشكل طبيعي في التقسيمه. كانت التقسيمه كان هو محمود متولي كانوا على طول بيعملوا زي ما بيقول يعني جمل مشتركه مع بعض، لكن كان بيشارك بشكل طبيعي جدا في التقسيمه بشكل كامل. محمد الشناوي اكتفى بالجري بس حوالين الملعب في بدايه المران، لكن بقيه الحراس كابتن شريف اكرامي على لطفي مصطفى شوبير ادوا تمرين قوي جدا واختتموا كمان، شاركوا هما الاثنين في سواء علي لطفي او شريف اكرامي شاركوا في التقسيمه. كابتن احمد فتحي اكتفى بالمران في الجيم النهارده، يمكن كان في بعض الاجهاد بعد مباراه امبارح، لكن اكتفى بتمرينات الجيم بس وما شاركش في التمرين مع بقيه الفريق. لكن الامور طبيعيه، الاستعداد زي ما بنقول بدا لمباراه الزمالك مبكرا من غير راحه، وان شاء الله النادي الاهلي يكون عند الموعد وعند دايما جمهوره وحسن ظن جمهوره بيه باذن الله تعالى. فيما يتعلق باحمد الشيخ قفشه، موقفهم كان ايه النهارده من مران الفريق؟ لا كانوا موجودين واتمرنوا بشكل طبيعي جدا، يمكن كابتن محمود الخطيب كان ليه حوار جانبي مع قفشه حتى قبل بدايه المران وقف اتكلم معاه في الاول في بدايه المران، لكن شارك بشكل طبيعي جدا وكان موجود وشارك بشكل يعني طبيعي جدا في المران، ما فيش اي مشاكل. طيب ده شيء جيد جدا. يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز محمد توفيق مرئيس قناه الاهلي كان معانا على الهاتف وطمنا بشكل كبير جدا على بدايه الاستعداد للمباراه المرتقبه امام نادي الزمالك في كاس السوبر المصري بابو ظبي يوم الخميس القادم باذن الله تعالى، ومنتظرين ومترقبين هذه المباراه. دي كانت بعض الامور المهمه. خلينا اقول لحضراتكم في مجموعه من المباريات النهارده بالتحديد كاس مصر دور ال 16 الاتحاد واسوان، دي مباراه هتتلعب كمان شويه اعتقد ابتدت الساعه 5، وابو قير للاسمده حقق مفاجاه كبيره جدا بالفوز على حرس الحدود والتاهل لدور الثمانيه من البطوله بنتيجه 2-0. الدوري الانجليزي النهارده في بعض المباريات، مباراه انتهت ما بين ساوثهامبتون وبيرنلي 2-1 لبيرنلي على ملعب ساوثهامبتون، وفي مباراه اخرى في تمام الساعه 7:30 ما بين نوريتش سيتي وليفربول على ملعب نوريتش، ومحمد صلاح اكيد هيكون متواجد في هذه المباراه، نتمنى له كل التوفيق. الدوري الاسباني ريال مايوركا وديبورتيفو الافيز، الشوط الاول انتهى 1-0 واعتقد المباراه على وشك النهايه دلوقتي. برشلونه كمان هيلعب مع ختافي، ده في الجوله 26 من بطوله الدوري الاسباني، فيريال وليفنتي وغرناطه وبلد الوليد. ده فيما يتعلق بمباريات اليوم. امبارح بالمناسبه واحنا كنا اتكلمنا على موضوع الفار على مدار حلقتين فاتوا بشكل مفصل، امبارح كان في محاضره للاعلاميين بخصوص التعريف بتقنيه الفار وكيفيه استخدامها. انا بصراحه كنت حريص جدا ان انا احضر هذه المحاضره ورحت وكنت متواجد. المحاضره كانت في مقر نادي المقاولين العرب بمدينه نصر، ومن خلال طبعا
السيد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ومجموعه من الحكام القدامى اللي كانوا بيشرحوا لنا طبعا هذه التقنيه وكيفيه استخدامها، وكان امر مميز جدا وخطوه من ضمن الخطوات اللي بتبقى قبل تنفيذ التقنيه بشكل رسمي في مصر. المحاضره كانت جيده، ألمنا بعدد كبير جدا من الجوانب اللي ممكن ما يكونش حد واخد باله منها بخصوص تطبيق هذه التقنيه، تقنيه الفار. وبالمناسبه كمان هتبقى في محاضرات لكل الانديه، وده امر اساسي قبل تطبيق التقنيه. ابتدت بفريق المقاولين العرب من كام يوم كده، من اسبوع تقريبا، خدوا محاضره عن كيفيه استخدام هذه التقنيه والتعليمات الخاصه باستخدامها. يعني انت امتى تروح تعترض، يعني ما ينفعش اصلا انت تروح تعترض، ما ينفعش انت تروح تبص على الفيديو مع الحكم، العلامات اللي بيعملها الحكم عشان يروح يبص على الفيديو. يعني جوانب كتير جدا كانت خلال محاضره الامس، واللي هيتم ايضا عرضها على كل لاعبي الدوري المصري. 18 فريق في الدوري المصري هيبقى ليهم محاضرات على حسب طبعا الجدول الخاص بمبارياتهم وبالتنسيق مع الاتحاد المصري لكره القدم. ده امر مميز جدا في الحقيقه، من ضمن الامور اللي بتسبق تطبيق هذه التقنيه. وبالمناسبه خلاص يعني بنسبه 99.9% الدور الثاني من يوم 9 مارس هيبقى الفار موجود في الدوري المصري، في انتظار الاعلان الرسمي بس من الاتحاد المصري لكره القدم. دي كانت بعض الاخبار المهمه مع بدايه الحلقه. خلينا نشوف الصحف كتبت ايه عن النادي الاهلي النهارده. يلا بينا. الاهرام، مين يقدر على الاهلي؟ هزم المصري بثلاثيه محققا الفوز 15 وواصل الانفراد بالقمه. المساء، الاهلي ملوش حل، طايح في الكل، اسقط المصري بالثلاثه وحقق الفوز 15 ورايح للدرع الدوري، لدرع الدوري بقوه. الاخبار المسائيه، تسونامي مستمر، قطار الاهلي يدهس المصري بثلاثيه ويواصل سلسله انتصاراته بالدوري. اخبار اليوم، الاهلي يغلق ملف الدوري ويتفرغ للسوبر المحلي بالامارات، فايلر يجهز الثلاثي المرعب والرباعي الدولي في حاله غليان. الجمهوريه، استعدادا للسوبر المصري، فايلر يبحث مع عبد الحفيظ ترتيبات رحله ابو ظبي. اليوم السابع، الاهلي يناقش تحمل جزء من راتب صلاح جمعه لتسهيل رحيله لاوروبا، عبد الحفيظ يسبق البعثه في السفر للامارات والترجي يكشف مميزات وعيوب الزمالك لفايلر. في المصري اليوم، فايلر يحتوي غضب عاشور ويعيده او يعيده بالمشاركه في المباريات، مفاوضات مع مروان محسن تمديد عقده، بدء ترتيبات السفر للامارات وصرف 600,000 جنيه لعلاج مؤمن زكريا. الوطن، الاهلي تحذيرات من مشاركه صبحي في السوبر، فايلر يرفض ضم جمعه لبعثه الامارات، عبد الحفيظ ينهي ترتيبات البعثه، الكبار غاضبون من تجاهل تجديد عقودهم، والمجلس يصرف 600,000 جنيه لزكريا. والوفد، فايلر يستفسر عن جاهزيه رمضان صبحي للسوبر، هل الاهلي يتحرك لتمديد عقود نجومه؟ وليد سليمان يدرس امام المصري البورسعيدي وان مين يقدر على الاهلي. ودي حقيقه بصراحه، محدش قادر على الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله لحد دلوقتي في بطوله الدوري، وان شاء الله الموضوع يستمر معانا خلال الفتره اللي جايه، خصوصا في ظل الامكانيات المميزه الموجوده في فريق النادي الاهلي سواء لاعبين او جهاز فني. هزم المصري بالثلاثه وحقق الفوز ال15 وواصل انفراد بالقمه، والاهلي منفرد بالقمه مع نفسه خالص، وده امر جيد جدا ومن ضمن الاهداف الخاصه بالجهاز الفني ان انت تحاول تحسم الدوري بشكل مبكر وانت ماشي في الطريق ده بصراحه، فده او دي حاجه ايجابيه. يعني نروح للمسا، والمسا بتقول ان الاهلي ملوش حل، طايح في الكل، ما شاء الله اللي اسقط المصري بثلاثيه وحقق الفوز ال15 ورايح للدرع الدوري بقوه. ودي حقيقه، الاهلي رايح للدرع بشكل مباشر وبشكل قوي جدا، ومفيش حد قادر يعطله، وده امر واضح للكل. لكن ان شاء الله باذن الله الاهم دايما زي ما بتكلم مع حضراتكم على طول، الاستمراريه، لان انت ممكن تكون ماشي بشكل كويس جدا لغايه دلوقتي في الدوري في البطولات المختلفه، لكن الناتج في الاخر هو الاهم، الناتج في الاخر بيتمثل في البطولات، انت مستني البطولات، الجمهور مستني ان الاهلي يفوز بلقب الدوري، لقب دوري ابطال افريقيا، اي بطوله بيشارك فيها بشكل ده. طبعا بطوله السوبر يوم الخميس اكيد جمهور النادي الاهلي مستنيها، فدايما الناتج النهائي هو ده اللي بيدل على يعني الايجابيات العديده اللي انت عملتها على مدار الموسم وبياكد عليها يعني. فده امر مهم جدا اكيد مركز عليه الجهاز الفني واللاعبين. تعالوا نروح للاخبار، الاخبار بتقول ايه؟ بتقول ان الاهلي يغلق
ملف الدوري ويتفرغ للسوبر المحلي. الأخبار مش الأخبار المسائية، أخبار اليوم يعني. الأهلي يغلق ملف الدوري ويتفرغ للسوبر المحلي بالإمارات وخلاص يعني. الدوري كده أنت حققت في اللي أنت عايزه لحد دلوقتي، 15 انتصار متتالي، آخرهم مباراة المصري امبارح. جاي على إيه؟ جاي على مباراة السوبر، ودي بطولة لوحدها، بطولة إنك بتلعب نادي الزمالك، بطولة الفريقتين يعني، وبطولة إنك بتاخد السوبر المصري، تبقى الفريق اللي فاز باللقب يعني. فده أمر مهم خلاص، أنت بتركز اللي جاي، اللي فات ده عدى وحققت فيه اللي أنت عايزه، اللي جاي بقى أنت بتسعى أيضا إنك تحقق اللي أنت بتسعى ليه يعني. فايلر جاهز الثلاثي المرعب، الثلاثي المرعب هنا قصدهم على مين؟ قصدهم على رمضان صبحي وكهربا وبادجي، الثلاثة جاهزين. بادجي امبارح ما شاركش في المباراه طبقا لرؤيه فنيه مستر فايلر، كلنا في الاخر توقعنا ان بادجي هو اللي هينزل تغيير ثالث، لكن دايما المدير الفني بيبقى ليه رؤيه فنيه مختلفه عن الجماهير، نزل متولي عشان يظبط الملعب شويه، وده فعلا اللي حصل يعني. لكن رمضان جاهز باذن الله تعالى، نزلت 100% الكلام من ده هيبان على مدار الايام المقبله، وده حسب بقى الجهاز الفني. لكن الراجل شارك في التدريبات بشكل طبيعي، وزي ما اكد لنا مراسل في مداخله منذ قليل، كهربا بيتالق امبارح من ضمن العناصر المهمه، وبادجي زي ما اتكلمنا عليه موجود. قال لك الرباعي الدولي في حاله غليان، ما فيش غليان ولا حاجه، يعني قصدهم على موضوع التجديد وفيما يتعلق بشريف اكرامي واحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور. الموضوع يا جماعه موضوع توقيت فقط لا غير، لما يبقى في توقيت مناسب للحديث عن الجزئيه دي في النادي الاهلي من قبل المسؤولين اكيد هيبتدوا يتكلموا يعني. فاحنا في انتظار الاخبار الرسميه بخصوص هذا الملف تحديدا يعني، ما فيش غليان ولا حاجه، كل دلوقتي بيبقى فيهم الرباعي الكبار مركزين على البطولات والتحديات المختلفه، وبتحديد بطوله السوبر خلاص المباراه القادمه باذن الله تعالى. تعالوا نروح لليوم السابع، والناس دايما بتسال برضه على موضوع صالح جمعه. الاهلي يناقش تحمل جزء من راتب صالح جمعه لتسير رحيله الى اوروبا، ويعني امبارح حتى اتسال مستر فايلر بخصوص صالح، قال لهم خش على السؤال اللي بعده، الموضوع ما اتغيرش، الموقف موجود هو من ساعه التصريحات مستر فايلر في احدى المؤتمرات الصحفيه، وزي ما احنا اكدنا لحضراتكم قبل كده، تسير رحيله لاوروبا يعني ممكن فنلندا احدى الدول اللي فيها فتره القيد مفتوحه، ممكن ان هو يروح هناك طبقا لو في عرض رسمي جه او حاجه يعني، فده هنشوفه خلال الفتره اللي جايه. عبد الحفيظ يسبق البعثه في السفر للامارات، وده طبيعي قبل اي سفريه. كابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي المدير الاداري بيسافروا عشان يرتبوا كل التجهيزات لاستقبال البعثه، سواء فيما يتعلق بملاعب التدريب، فيما يتعلق بفندق الاقامه، كل هذه الامور يعني. الترجي يكشف مميزات وعيوب الزمالك لفايلر، امبارح طبعا كان مباراه الزمالك والترجي في بطوله السوبر الافريقي، وانتهت بفوز نادي الزمالك بنتيجه 3-1، فاكيد هيبقى في دراسه لهذه المباراه عشان تعرف ايجابيات وسلبيات نادي الزمالك، وده امر بيبقى معتاد يعني قبل اي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في مباراه الزمالك. تعالوا نروح للمصري اليوم، والمصري اليوم بتقول ان فايلر يحتوي غضب عاشور ويعده بالمشاركه في المباريات. يعني في تصوري انا الشخصي ان مفيش وعود بالتحديد مع مستر ريني فايلر ان انا بوعدك هتلعب، مفيش كلام ده، واي مدير فني بيفكر بايجابيه لصالح الفريق، مش بتكلم بقى على حسام عاشور، بتكلم على اي لعيب عامه يعني، هيفكر في المصلحه، اللعيب اللي هيفيدني خلال المرحله طبقا لرؤيته هو. حسام عاشور قيمه كبيره جدا، لعيب ممتاز وعنصر مهم قوي في وسط ملعب النادي الاهلي، لكن اكيد في رؤيه فنيه خاصه بمستر فايلر. الوعود ما بتبقاش واقعيه قوي، وده اجتهاد من مصر اليوم، لكن الموضوع ده مش واقعي يعني، او مش موجود على ارض الواقع. حسام عاشور بيجتهد في التدريبات، بيعمل اللي عليه، وقائد النادي الاهلي اللي دايما بيبقى ليه يعني بصمه كبيره جدا حتى لو ما بيشاركش، وده شيء مهم، لكن موضوع مشاركته في المباريات ده رؤيه فنيه مستر فايلر، ده هنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه، لكن عاشور جاهز طبعا وبيتالق كمان في التدريبات بشكل كويس يعني. مفاوضات مع مروان محسن تمديد عقده، ده مش وقته خالص وما حصلش. بدء ترتيبات السفر الامارات اتكلمنا فيه، وموضوع صرف 600,000 جنيه لعلاج مؤمن زكريا، وده اللي حصل بالشكل الفعلي، خصوصا الاهلي كان مستني الجهه الاداريه ان هي توافق له على صرف الفلوس دي، وعشان امر قانوني يعني موضوع طبيعي يعني. فتم صرف 600,000 جنيه لمؤمن زكريا، وخصوصا ان هو بالمناسبه يعني اكيد حضرتك عارفين هو لاعب غير مقيد في صفوف النادي الاهلي، فكان لازم يبقى في موافقه من الجهه الاداريه عشان تقدر تطلع هذه الفلوس، هذه الجوانب الماديه يعني، وهذه القيمه الماديه، فده امر طبيعي، النادي الاهلي دايما بياخد باله من الحاجات دي. تعالوا نروح للوطن، والوطن بتتكلم على ان في تحذيرات من مشاركه صبحي في السوبر، مش وقت يعني مش ده التوقيت اللي ممكن احذر فيه من مشاركه رمضان صبحي، التوقيت هيبقى قبل المباراه ب 48 ساعه بلاش 24 ساعه، تشوف ساعتها هل رمضان يقدر يشارك ولا لا، وبناء عليه هيبقى في تحذيرات او ما فيش تحذيرات، اللاعب يبقى جاهز 100% يشارك ولا لا، ده اللي هنشوفه يعني، لكن مش من دلوقتي بيبقى الكلام. فايلر يرفض ضم جمعه البعثه رمضان، الموضوع ما خلاص محسوم. عبد الحفيظ ينهي ترتيبات البعثه اتكلمنا فيها، موضوع برضو الكبار وده شاغل دماغ ناس كتير جدا، موضوع عدم التجديد ده، لكن برضو زي ما قلت لحضراتكم التوقيت المناسب هيتم الاعلان فيه يعني، زي مؤمن زكريا اتكلمنا فيه. تعالوا نروح لاخر خبر معانا من الوفد.
والوفد بتتكلم على ان فايلر يستفسر عن جاهزيه رمضان صبحي للسوبر. الراجل اهو بيشارك في التدريبات والامور طبيعيه، هنشوف بقى اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. الاهلي يتحرك لتمديد عقود نجومه، هيكون في التوقيت المناسب، ووليد سليمان يدرس العرض التركي. يقال يعني ان في عرض تركي لوليد سليمان، مفيش حاجه رسميه جت يعني لحد دلوقتي، وكلها بتبقى عروض شفويه كلام مع اللاعب سواء من الدوري التركي او من الخليج، وده امر طبيعي لان وليد سليمان لاعب كبير جدا يعني. لكن انا عارف كويس جدا واثق جدا ان الاولويه عند وليد سليمان هو استمرار في النادي الاهلي لو رغب النادي الاهلي، اللي اكيد بيرغب في ذلك والمدير الفني، بدليل مثلا وليد سليمان بيشارك في معظم المباريات كلها خلال الفتره اللي فاتت. لكن زي ما قلت حركه ثاني وثالث وعاشر، هو موضوع توقيت بس مش اكتر يعني. دي كانت بعض الامور وبعض الاخبار عن النادي الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع نشوفها. الشروق مبدئيا، السلام يستضيف لقاء الاهلي وصن داونز بعشرة الاف متفرج. اليوم السابع، كهربا يغازل تشكيله الاهلي الاساسيه قبل مواجهه الزمالك في السوبر. سوبر كوره، رمضان صبحي يعود لتدريبات الاهلي وفايلر يحدد موقفه من مواجهه السوبر المصري. 1-3، الجهاز الطبي للاهلي يحذر فايلر من مشاركه رمضان صبحي في السوبر. صدى البلد، الاهلي يحسم موقف ضم حارس بيراميدز خلال فتره الانتقالات الصيفيه. الشروق بتتكلم على ان بشكل مبدئي هيبقى استاد السلام هو اللي هيستضيف مباراه الاهلي وصن داونز، واحنا عارفين استاد السلام هو بيستضيف المباريات الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي، ولحد دلوقتي هيكون ب 10,000 متفرج. لكن هل ده معناه ان مفيش محاولات؟ لا، في محاولات وقويه جدا لنقل المباراه من ملعب السلام لاستاد القاهره الدولي، وبحضور اقل عدد يعني 50,000 متفرج و50,000 مشجع ومتحمس للنادي الاهلي في هذه المباراه. المحاولات قائمه وفي مجهود كبير جدا متعمل في الجزئيه دي، مستنيين بس في الاخر ان شاء الله المجهودات دي يعني تكون ناجحه ويتحقق للنادي الاهلي وجمهوره بيتمناه بان المباراه تتلعب على استاد القاهره وبحضور جماهيري غفير باذن الله تعالى. نروح اليوم السابع، وكهربا يغازل تشكيلة الأهلي الأساسية قبل مواجهة الزمالك في السوبر. تألق اللاعب امبارح في الحقيقة ده ممكن يديله فرص كبيرة جدا ان هو يبتدي أساسي. هل انت تتوقع؟ نقدر نتوقع مستر فايلر؟ ما تعرفش، ممكن ان هو يبتدي بكهرباء أساسي، ممكن يخليه بديل، ممكن ما يلعبش خالص. بنشوف يعني لعيبة في التشكيل الأساسي بتبقى مباراة السكور بعد كده في تاني مباراة، رؤية فنية. لكن اللاعب امبارح يعني شيء إيجابي جدا، آخر 10 دقايق دول بالنسبة له هيفرقوا معاه خلال الفترة اللي جاية، وبداية بإذن الله كمان مباراة نادي الزمالك. وقيمة كهرباء معروفة للجميع يعني. سوبر كور بتتكلم على ان رمضان صبحي يعود لتدريبات الاهلي، وهو عاد بدايه من يوم الخميس اللي فات المران الاخير لمباراه المصري، وشارك في التدريبات بشكل طبيعي. لكن الجاهزيه ده اللي هيبان وهيتضح خلال الفتره الجايه بالنسبه لرمضان صبحي. فايلر يحدد موقفه من مواجهه السوبر المصري، ده هيبان برضو من خلال الايام القليله المقبله. ده فيما يتعلق برمضان. 1-3 برضو بتتكلم على رمضان صبحي وان الجهاز الطبي الاهلي يحذر فايلر من مشاركه رمضان صبحي في السوبر. لحد دلوقتي مفيش تحذير بعدم مشاركه رمضان صبحي، يعني اللي انت يعني ما تخليش رمضان يلعب، لغايه دلوقتي مفيش تحذير رسمي. ممكن يبقى فيه بقى قبل المباراه بشويه زي ما قلت حضراتكم، لكن دلوقتي لسه بيتم استكشاف مدى جاهزيه رمضان صبحي للمباراه. صدى البلد وبتتكلم على احمد الشناوي حارس بيراميدز، وان الاهلي يحسم موقف ضم حارس بيراميدز خلال فتره الانتقالات الصيفيه. لسه بدري على الكلام ده، الاهلي بيفاوض احمد الشناوي، ده هم يعني بيتكلموا بالتحديد بعد قرار اكرامي بالرحيل يعني. لا الاهلي بيفاوض احمد الشناوي ولا في اي قرار بضم اي حارس خلال الفتره الحاليه، التركيز كله منصب على البطولات. هتيجي بقى قبل فتره الانتقالات الصيفيه هتشوف بقى شيف اكرامي لو ماشي فعلا هتفكر هتجيب حارس ايضا يكون متواجد. ممكن يكون احمد الشناوي في الصوره ولا لا، ده اللي هيبان بشكل اكبر، لكن احمد الشناوي طبعا حارس كبير يعني وحارس موهوب. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل اخبارنا المحليه والعالميه. استنوا. في الأخبار المحلية والعالمية نشوفها. اليوم السابع، اتحاد الكرة 6 كاميرات الحد الأدنى لتطبيق تقنية الفار بالملاعب المصرية. بوابة سبورت، اليوم الحكام تبدأ محاضرات الفار لأندية الممتاز. الوفد، صحر عبد الحق اختيار مركز طبي موحد لإجراء تحاليل للاعبي المنتخبات الوطنية.
سوبر كوره. اتحاد الكوره يقرر تكريم منتخب مصر الاولمبي قبل مباراه السوبر المصري. الشروق تقرير الفيفا لكلوب بامكانك منع صلاح من المشاركه في الاولمبياد. الوطن سبورت صلاح يقود ليفربول امام نورتش سيتي في لقاء الصداره والقاع بالدوري الانجليزي. الجمهوريه اونلاين كلوب يرشح 5 فرق للفوز بدوري الابطال وريال مدريد المفاجاه. يلا كوره تقرير ضربه اقتصاديه قاسيه ماذا خسر مانشستر سيتي بعد عقوبه سويجا. في الجول سيتين ينفي اصابه ايقونه برشلونه ميسي بخير. سبورت 360 انتر ميلان يصدم برشلونه جريزمان مقابل لاوتارو. أسرابيا عودة هازارد حيرة في أفكار زيدان وأربعة متضررين. اليوم السابع والبوابة سبورت بيتكلموا في جزئية واحدة وفيما يتعلق بتقنية الفار، واحنا علقنا في الجزئية دي مع بداية حلقة اليوم. 6 كاميرات ده الحد الأدنى حقيقي، يعني أي مباراة هيبقى فيها تقنية الفار هيبقى 6 كاميرات، ما ينفعش أقل من كده، لازم يكونوا متوفرين في هذه المباراة. فبالتالي هم شافوا ان كل الملاعب في مصر بأقل حاجة عندها فعلا ان ينفع تاخد 6 كاميرات عشان تحاول بقدر المستطاع تكشف كل الزوايا. الستة كافيين يعني بالنسبة للفار مبدئيا كافيين، لكن لما يبقى افضل من كده هيبقى احسن بكتير بالنسبة للفار عشان تقدر تكشف كل زوايا الملعب بشكل اكبر. 6 8 10 12 ده هيبقى امر مميز يعني. فده فيما يتعلق بعدد الكاميرات. فيما يتعلق كمان بمحاضرات الفار، قلت لحضراتكم محاضره امبارح كانت مع الاعلاميين والصحفيين، النهارده كمان استكمال مش بدايه محاضرات الفار لانديه الممتاز، لا كان اول نادي كان المقاولين العرب من اسبوع، والنهارده هيكون استكمال بعض الانديه، هنشوف مين هم يعني، وهيمر على كل ال 18 نادي في الدوري، ده امر طبيعي ومفروغ منه قبل تطبيق هذه التقنيه يعني. تعال نروح لسوبر كوره. اتحاد الكرة يقرر تكريم منتخب مصر الأولمبي قبل مباراة السوبر المصري، ده من خلال المباراة قبليها بدقائق قليلة هيتم تكريم الكابتن شوقي غريب اللي هيحضر هذه المباراة بخلاف وائل رياض ومحمد شوقي، كده كده كانوا أو هيبقوا موجودين عشان في مباراة لقدامى الأهلي ولا الزمالك قبل انطلاق مباراة السوبر، فهم يستحقوا كل التكريم بعد صعود مصر طبعا لأولمبياد طوكيو 2020. تعالوا نروح للشروق، الكلام كتير على محمد صلاح وهل هيروح المنتخب الأولمبي ولا لأ، طبعا هو خيار اساسي بالنسبه للكابتن شوقي غريب، لكن اللوائح يعني ممكن تدي للكلوب الفرصه ان هو يرفض تواجد صلاح مع المنتخب الاولمبي، لان المباريات الخاصه بالمنتخبات الاولمبيه مش مدرجه للفيفا يعني، مش في الرزنامه بتاعت الفيفا خالص يعني. فبالتالي ممكن كلوب يرفض، وهو مبدئيا رافض يعني، لكن محاولات ممكن تبقى من خلال صلاح نفسه اللي اكيد بيرغب في المشاركه. كل الامور دي هتتضح بشكل اكبر قريبا يعني، ده فيما يتعلق بمحمد صلاح. كمان فيما يتعلق بصلاح ايضا الوطن سبورت، صلاح هيقود هجوم ليفربول النهارده امام نوريتش سيتي، مباراه مهمه جدا، احنا عارفين ليفربول متصدرين جدول المسابقه بفارق 22 نقطه عن مانشستر سيتي، الموضوع خلاص شبه حسم يعني بالنسبه لليفربول. مباراه النهارده هتبقى مباراه قويه مع نوريتش سيتي اللي بينافس على البقاء في بطوله الدوري الانجليزي، مؤكد صلاح هيكون في التشكيل الاساسي. مباراه الساعه 7:30 مساء باذن الله. الجمهوريه اونلاين وتصريحات ليورجن كلوب اللي بيتكلم او بيرشح فيها 5 انديه للفوز ببطوله دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، هو استبعد ليفربول، استبعد ريال مدريد، ورشح كل من يوفنتوس وبايرن وبرشلونه وسيتي وباريس سان جيرمان، دول بيقول ان هم اقرب للفوز باللقب هذا الموسم. تصريحات ذكيه شويه من كلوب يعني، بيشيل الضغوط من عليه ومن على الفرقه، واكيد هم بيهدفوا للفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي يعني. في الجول والمدير الفني لبرشلونه بيتكلم على ان ميسي بخير، المباراه الاخيره بخلاف مباراه اليوم اللي بتتلعب في هذه اللحظات، برشلونه كانت بتلعب ريال بيتيس وميسي كان بيلعب هذه المباراه، لكن كان في كلام طلع ان ميسي ما كانش سليم بنسبه 100%. فسيتين المدير الفني لبرشلونه اتكلم على ايه؟ قال ان ميسي لعيب كبير جدا وعارف امتى يقدر يلعب وامتى ما يقدرش، هو لو ما كانش قادر يلعب ما كانش لعب مباراه ريال بيتيس يعني. فبيطمن الجمهور برشلونه ان ميسي بخير. تعالوا نروح لسبورت 360 وانتر ميلان يصدم برشلونه، برشلونه عندهم رغبه قويه جدا في التعاقد مع لوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان، وهو مهاجم مميز جدا، لاعب ارجنتيني مميز،
فرد انتر ميلان كان بخصوص ان احنا عايزين جريزمان، عايزين لو طاروا ادونا جريزمان، فدي كانت مفاجاه لمسؤولي برشلونه. كان لسه بدري على المفاوضات، يعني لسه فتره الانتقالات الصيفيه المقبله ومن دلوقتي لغايه الفتره دي يعني هيبقى في كلام كتير بخصوص الجزئيه دي، وخصوصا ان برشلونه فعلا محتاجين مهاجمين بعد اصابه سواريز، وما عندهمش غير سواريز حتى لما يرجع، ما فيش حد تاني. سرابيا بتتكلم على عوده هازارد. هازارد لو تفتكروا اتصاب انهي مباراه من حوالي 82 يوم تقريبا، اتصاب امام باريس سان جيرمان في بطوله تشامبيونز ليج من تدخل عنيف مع توماس مونيه الباك رايت بتاع بي اس جي، ومن ساعتها هازارد غايب، لكن هيرجع على مباراه الغد وهيكون متواجد في قائمه ريال مدريد. عندهم مباراه مع سيلتا فيجو، مباراه قويه جدا، فارق النقاط ما بين ريال مدريد المتصدر وبرشلونه 3 نقاط، وهي مباراه في الجوله ال 26 بطوله الدوري الاسباني. هو جاهز هازارد، وعلى حسب رؤيه زيدان هيشارك اساسي ولا احتياطي، ده اللي هنشوفه. ده فيما يتعلق بعض الاخبار المحليه والعالميه. سريعا هخرج لفاصل، بعد الفاصل هيكون معنا ضيفنا العزيز الاستاذ ابراهيم داوود الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الكره والملاعب، والحديث باستفاضه في بعض الملفات المختلفه. استنونا. الدكتور ابراهيم داوود الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الكره والملاعب ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا دكتور اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، وحشتني. انت اكتر والله، مفتقدينك الفتره اللي فاتت في الحقيقه. ربنا يخليك يا حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ كويس، كله تمام. الاهلي فتره مهمه جدا، مباريات عديده على مدار الشهر بالكامل، عدينا بعض المراحل، خلاص خلصت مباراه بيراميدز، الطلائع المصري. عايز اخد رايك في بدايه هذه المرحله والثلاث انتصارات المتتاليه في المرحله الجديده قبل مباراه مهمه جدا في السوبر مع الزمالك. فايلر بيثبت من مباراه الى اخرى ان هو مدرب من عيار ثقيل، فاهم امكانيات فرقته كويس، امكانيات لعيبته، استطاع ان هو يعمل اللي ما عملهوش غيره على الاقل في الثلاث اربع مدربين اللي سبقوه. تمام. بدءا من مارتينيول، كابتن حسام البدري، كارتيرون، لاسارت. الاهم ان الاهلي كان بيعاني دائما وابدا من حاله من حالات الارهاق نتيجه توالي المباريات، واللي قدره دايما بيخليه ان هو بيخوض في الموسم الواحد مش اقل من 70 ل 75 مباراه ما بين دوري ما بين كاس ما بين بطوله الانديه الافريقيه ابطال الدوري. طبعا ده كان بيعرض اللاعبين لاصابات كتيره جدا، واللي شفناها الموسم اللي فات مثلا مع مستر لاسارتي ان وصلنا لحد 15 اصابه متتاليه. الفارق بين فايلر وبين الباقيين ان هو رغم اصراره على ان هو يثبت عناصر تستطيع ان هي تؤدي وتحقق نتائج ليه على الارض، الا انه في نفس التوقيت عمل عمليه الروتيشن او التدوير اجادها بامتياز. 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 ليه؟ لما نيجي نقارنه بال 17 مدرب اللي موجودين في الدوري هنلاقي ان مفيش مدرب استطاع ان هو يدور في حوالي 21 او 22 لاعب في عدد من المباريات لا يتعدى ال 15 مباراه بالنسبه للدوري. وبالنسبه لبطوله دوري الابطال احنا بنتكلم في 8 مباريات خدهم الفريق حتى الان، ثم مباراه في السوبر المحلي اللي هي كانت اول مباراه، ومباراه في كاس مصر، يعني بنتكلم في 25 مباراه. تمام. 25 مباراه دول لما تحسب ان عدد اللي موجود انت بتتكلم في 22 او 23 لاعب دورهم نجح في تدويرهم، مش مجرد ان هو بيحط في ماتش اسماء بعينها ثم يغير في المباراه التاليه، لكن هو بيحط وظائف. تمام. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان هو اصبح في اكثر من وظيفه للاعب الواحد، وده ما بنلاقيهوش في ال 17 مدرب التانيين. كويس. هنلاقي ان احمد فتحي على سبيل المثال الحصر يعني مركز الظهير الايمن، مركز المساك، مركز اللعب الارتكاز.
هنلاقي الشحات جناح ايمن او رقم 10 ايسر او جناح ايسر اي حته تحت المهاجم او احيانا رقم 10 هنلاقي وليد سليمان رقم 10 راس حربه صريح جناح ايمن جناح ايمن جناح ايسر هنلاقي اجايي راس حربه جناح ايسر رقم 10 هنلاقي رمضان صبحي جناح ايسر وجناح ايمن ربنا يشفيه ويكمل شفاه على خير هو خف الحمد لله احنا عايزين نطمن الناس بس الموضوع على رمضان ان شاء الله باذن الله هيكون جاهز لمباراه السوبر باذن الله ان شاء الله شارك في التدريبات الجماعيه كلها لان القصه دي عامله شويه بلبله يعني لكن ان شاء الله يكون حاضر في المشهد وجود رمضان على الاقل في التشكيله سواء الاساسيه او الاحتياطيه مكسب كبير للفريق اكيد طيب الجزئيه الثالثه والاهم ان هو بيحترم المنافس قوي فعلا مش بمعنى كده ان ال17 مدرب الاخرين لا يحترم المنافسين لكن هو بيحترم المنافس قوي بيقرا الامكانيات المنافس سواء من ناحيه القوه او من ناحيه الضعف قد تكون موجوده في ال17 مدرب لكن في مجمل الثلاث عناصر هو بيتميز فهو مدرب العام او مدرب الموسم نستطيع ان نضعه على في المقدمه مش بس لان هو وصل الاهلي ان هو يحقق انتصار في 15 مباراه ولكن ادارته لل15 مباراه ادارته الفنيه تمام ادارته الفنيه باستثناء مباراه وحيده من وجهه نظر اللي هي مباراه بلاتينيوم هناك الاداره الفنيه لكل المباريات كانت صحيحه ممتازه او جيده على يعني ده اقل تقييم جيده واعلى تقييم ممتازه مع مرتبه الشرف كمان تمام في باستثناء مباراه بلاتينيوم هنلاقي ان التغييرات دايما مستر بايلر مؤثره الاهلي بالاحصائيات الرقميه هو اكثر فريق استطاع ان يحرز اهداف في العشر دقائق الاخيره من عمر المباراه يمكن هنلاقي ان اكثر من 60% من اهداف الاهلي على مجمل مبارياته من بدايه الموسم حتى الان احرزت في العشر دقائق الاخيره بعضها كان بثلاث نقاط طبعا نذكر على سبيل المثال الحصر مباراه بيراميدز نذكر مباراه حرس الحدود مباراه حرس الحدود جون عمرو السوليه في 80 تقريبا حتى اصبحت هي احد سمات شخصيه وطريقه الاهلي 19 20 دايما الاهلي كان بلس 90 دي معروفه ان يعني الاهلي حينما تتازم الامور فهو ملك الثواني الاخيره من عمر اللقاء طبعا. لكن ان تبقى ظاهره ان انت مسجل ثم تعيد التسجيل هو كمان ارى بيقرا كويس قوي ان الفريق اللي قدامك نسبته في معدلات التركيز ومعدلات اللياقه البدنيه بتهبط كثيرا جدا في الامطار الاخيره من عمر اللقاء خاصه في العشر دقائق الاخيره. اذا في جانبين هنا يا دكتور، جانب البدني وان هو جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي بدليل الاهداف اللي بتيجي في الدوري. ده الجزئيه الرابعه اللي انا عاوز اقولها لك ان هو استطاع ان هو يعلي المعدلات البدنيه للاعبين دون ان يعرضهم لاصابات عضليه كما كان يحدث في المواسم السابقه. دي جزئيه مهمه جدا يعني دي لابد ان يعني احنا لما بنبص على الاصابات هنلاقي الاصابه زي بتاعت محمد محمود الاصابه زي بتاعت حمدي فتحي هي اصابات من يعني وابو سعد سمير اصابات الثلاثه اصابات يعني انلك سوء حظ سوء بخت ان تبقى مش عضليه الاصابه العضليه الوحيده اللي عندنا رمضان. كانت رمضان صبحي وان شاء الله هيكون موجود في ماتش السوبر وده الجانب الايجابي اللي البعض بيغفله في الحقيقه يعني الناس كلها بتتكلم احنا عندنا اصابات كتير جدا دلوقتي بالمقارنه مع الموسم الماضي لا في فرق كبير جدا في عدد الاصابات وحتى اصابه رمضان صبحي كانت يعني معدلات بدنيه عكس تماما ما كان يحدث الاهلي في مع المنتخب الاولمبي عشان بس انه يعني الراجل شال المنتخب في الحقيقه المنتخب الاولمبي يعني فطبعا كان عليه حمل بدني وعصبي وضغوطات كبيره جدا تحملها فرد باعتباره ان هو كان قائد الفريق او بالزبط. كابتن الفريق دي هو يعني مصطفى أحد محمد الأسباب. في الحقيقه كمان في البطوله دي اكيد يعني لكن شارة القياده طبعًا أو, طبعًا. او 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 رقم واحد كان رمضان صبحي تحمل ما لا يتحمله بشر الى ان استطاع الفريق في النهايه انه يحصل على كاس البطوله لكن كل ده
تمترس عضلاته وده اللي شفناه يعني. على عكس ما كنا بنشوف اصابات عضليه متكرره ومتشابهه لدرجه انها دعت مجلس الاداره للتدخل وانها تشوف لجنه وتشوف الاسباب ايه وتضع يدها على الـ على الـ على مناحي العلاج. يعني ضغط المباراه دلوقتي كان زي السنه اللي فاتت تقريبا يا دكتور، لكن اللي مختلف السنه دي ان لا ده انت حضرتك من بعد باستثناء فتره ال 40 يوم توقف بتاع بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه انت ضغط المباراه عالي جدا 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 جدا. يعني يعني انت بتتكلم في متوسط 96 ساعه كل 96 ساعه مباراه. اقل شهر انت بتلعب فيه النهارده بتلعب فيه 8 مباريات وسبع مباريات وتسع مباريات. فلو لو قست المعدلات من ناحيه ضغوط المباريات هي مشابه تماما للموسم الماضي بل ربما في بعض الفترات بيكون اعلى زي الفتره الحاليه اللي احنا فيها دي دلوقتي اللي هي اللي هي يعني ان شاء الله يكلل الاهلي فيها في نهايتها بالنجاح في اجمالي المباريات شهر فبراير ان شاء الله ان شاء الله. ده امر مهم جدا وايجابيات عديده في الحقيقه بيعملها مستر فيلر على مدار الموسم مع النادي الاهلي. وانا كنت بتكلم مع بدايه الحلقه يا دكتور وما اعرفش حضرتك هتتفق معايا ولا لا بخصوص ان الاهلي كان بيفتقد الكوتش المدير الفني اللي بيقدر يتعامل في الشوط الثاني واللي يحط بصمته واللي يقدر يغير بشكل ايجابي فيجيب لك المباراه. ده موجود ومتوفر في مستر ريني فايلر على عكس المدربين اللي قبل كده طبعا. كمان حته الاصرار على القرار، الاصرار على القرار زي ايه مثلا؟ زي الموقف من صالح جمعه زي الاصرار على ان اللعيبه دي خلاص يعني انا مش محتاج لها على الاقل في هذا التوقيت، ممكن احتاج لها في توقيت اخر. ففتح الباب للاعارات بالظبط. يعني باستثناء حاله صالح جمعه مش هتلاقي لعيب مش بينضم في المجموعه صح. اللي بتبقى تكون قبل كل مباراه. احصر كده الاسماء كلها. حسين السيد قبل ما يمشي خلاص، حسين السيد خلاص يعني هو في يناير هو قرر ان دول من الممكن ما كنتش محتاجهم في المرحله دي. فدول انا ده محتاج انك تبيعه نهائي، ده محتاج انك تعمله تطلعه اعاره. ودي اللي الاهلي نجح فيها كويس قوي. كان ممكن مدرب غيره يمسك العصايه من نصه ويكون انعكاساتها سلبيه حتى تسويقيا وماديا على النادي الاهلي. اذا كده الشخصيه جيده جدا للمدير الفني. كمان حاله اوضه اللبس، حاله الدكه. يعني اما بنبص على الدكه اللي هو اجاييه بيلعب راس حربه ومروان موجود على الدكه، مروان بيطير 3 متر لفوق فرحا لان اجاييه جاب جون. تمام. او بادجي جاب جون حتى التنافس يعني. الروح 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 روح الدكه دي الروح اللي موجوده كمان جوه اوضه اللبس كل ده بيخلق مناخ بطوله، بيخلق مناخ انجاز طبعا. بيخلق مناخ ان يتحقق انتصار. ودي سمه النادي الاهلي دائما وابدا يعني. طيب يعني زمان كده كنا على طول بنتفرج على التلفزيون وتحليل المباريات وكان في قاعده معروفه يقول لك ثبات التشكيل امر مهم جدا عشان تقدر تفوز بالمباريات واللعيبه تنسجم وكلام من. هل مستر فايلر نجح في كسر هذه القاعده؟ احنا بنشوف كل ماتش تغيير 3 4 5 لاعبين، يعني امبارح 5 لاعبين اتغيروا بخلاف المباراه اللي قبلها. هو نجح في تطبيق نظريه ثبات الاحتياج. انا محتاج ايه من الماتش ده؟ فانا بحط له الخامات او العناصر اللي تقدر توصلني للنتيجه اللي انا عاوزها بالظبط. زي اقرب مثال ماتش امبارح قدام فريق النادي المصري، كنا متوقعين ان مثلا بادجي هيلعب من البدايه مثلا او هينزل في الشوط الثاني. لاقي بادجي مش موجود في الماتش اللي قبله اللي هو طلع الجيش، لاقي بادجي اللي هو يعني كان ساهم في الفوز في مباراه بيراميدز بس هو كان ساعتها ظروف السفر للسنغال بيخلص اجراءات الجواز السفر بتاعه يعني ما كانش جاهز نزل تاني. طب امبارح كان المفروض ان هو يكون على الاقل ياخد بعض الدقائق، لكن هو الاحتياج ظهر ده في التغيير الثالث لما لقينا متولي قفل الثغره اللي بدات تتكشف خصوصا في الشوط الثاني خلف علي معلول. وعلى فكره بعض الافتكاسات على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول ان مفاجاه كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك هتبقى هي اللعب ورا علي معلول. ورا علي معلول. لكن هم نسيوا مثلا ان مستر فايلر في مباراه الهلال السوداني
لما لعب ايمن اشرف بديلا لعلي معلول وقفل خالص الثغره دي. بس ده والاهلي بيامن دفاعاته ان شاء الله. الاهلي في الامارات ان شاء الله مش هيؤمن دفاعاته فقط، لكن هو بيلعب على الفوز باذن الله ان شاء الله. هنتكلم بتفاصيل كتيره جدا عن مباراه السوبر، وفي الحقيقه احنا ما قلناش غيرها الاسبوع ده في الحقيقه يعني، فهنفضل متواصلين في الحديث عنها. لكن بالتحديد عشان اختم معاك المرحله اللي فاتت بالنسبه للنادي الاهلي واللي قدر الفريق يحقق فيها نجاحات كتير، شايف ابرز لاعبي النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت من وجهه نظر حضرتك مين؟ طبعا ثلاثي الرعب اللي بقى يتعمل له ألف حساب، أجاييه، الشحات، قفشة ولا مجدي قفشة. وبرضو من الحاجات الجميلة جدا وفهمنا امبارح ليه هو ما لعبوش في مباراة امبارح، كمان الظاهرين الطايرين بالنسبة للأهلي سواء علي معلول من الناحية دي أو سواء أحمد فتحي ومحمد هاني من الناحية التانية، أليو ديانج يعني ده مكسب كبير جدا للأهلي هذا الموسم. السلية بنضجه وتطوره وتطور أدائه، ازاي بيدافع، ازاي ممول للهجوم، ازاي صانع للاهداف، ازاي الرابعه ان يكون هداف. وده شفناها ان بقى مدفعج الاهلي الجديد، شفناه في هدفين ولا اجمل ولا اروع بالظبط. ساهم في الهدف الاول واحرز الهدف الثاني. تمام. ما تقدرش تنسى حد، وليد سليمان مؤثر جدا، المؤثر هداف الفريق. الشناوي ولا اروع ولا اجمل في مباراه امبارح، بيشيل لك ثلاث انفرادات يعني او ثلاث اهداف محققه وده صنع الفارق يعني. يبدا صناعه الفارق بالنسبه لاي فريق بطل من مركز حراسه المرمى، هكذا تعلمنا يعني. فلو حصرنا كل ال 22 لاعب او ال 21 لاعب اللي شاركوا هذا الموسم هتلاقي كلهم جيدين، كلهم الاهلي محتاجهم، كلهم الاهلي بيستفيد منهم. مستر فايلر نجح في ان هو يحفظ لاعبي النادي الاهلي سيستم الفريق من وجهه نظره هو، من افكاره هو، وبالتالي لما بنلاقي اي تغييرات بنلاقي كل حاجه. بس عايزين نقول حاجه كمان نحطها في الاعتبار، ما لم يكن اللاعبين دول معاهم شخصيه النادي الاهلي وبيمتلكوا الشخصيه والروح والاصرار وكمان القدره على ان هو اتلقى التعليمات وانفذ التعليمات. يعني افهم واستوعب التعليمات وانفذ التعليمات. ده غلاف اخبار الرياضه وبيتكلموا على ان الاهلي يصعق المصري بكهرباء 3 فاز. رايك كيف العنوان ده؟ جميل جدا. رايك كيف كهرباء طبعا يعني. الاستاذ ايمن بدره استاذ في العناوين الجميله دي. كهرباء يعني كل يوم عن يوم بيثبت ان هو صفقة ناجحة ورابحة. هو كهرب الماتش خصوصا في الشوط الثاني، صنع هدف ونجح في احراز الهدف. في هدية متبادلة يعني، هدية متبادلة بين اجاييه كهرباء وكهرباء اجاييه. هو ادى هدية لاجاييه فاجاييه ردها له قرب نهاية اللقاء وسجل هدف جميل جدا. اهمية تألق كهرباء امبارح ايه من وجهة نظرك قبل مباراة السوبر؟ ناحيه عمليه، ان انا برجع اللاعب تاني للتهديف. تمام. برجعه كصانع للاهداف او صانع للالعاب. كمان فيها جانب ست ماتشات عمل 3 اسيست و3 اهداف، يعني بواقع اما ان هو يا اما بيصنع هدف يا اما بيسجل هدف في كل مباراه، وده من اعلى المعدلات اللي موجوده في فريق النادي الاهلي طبعا، بل يمكن في الدوري كله. كمان من الناحيه النفسيه، ان انت مقبل على مباراه زي دي وانت معنوياتك عاليه. وانا اعتقد ان كهربا يعني، انا طبعا كامل الحريه لمستر فايلر، بس انا اعتقد ان كهربا هيكون له دور مؤثر جدا في مباراه يعني الهدف ده وساهم فيه بشكل مميز جدا طبعا. الثقه في المرور من اللاعبين شخصيه قويه جدا، القرار كمان في التمرير وفي مساحه يستطيع لعيب زي اجاييه ان هو اجاييه لعيب تقيل قوي بصراحه. لمسه اجاييه كمان في الكوره دي كان ممكن لعيب يتصرف فيها يعني بص حضرتك يا دكتور، بص هو خد الكوره واخد قرار انه هيعدي، انا رايح اعدي يعني هعدي، بص ادي واحد
ادي الثاني بص المساحه بيديها له في المساحه بص اللمسه بقى بتاعت اجايه المراوغه دي هي نص هي الهدف طبعا آه. طبعا يعني تعامل ممتاز من كهربا واكيد جانب معنوي بالنسبه له مهم قوي 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 قبل مباراه القمه ان شاء الله يوم الخميس المقبل. كمان الهدف الثاني هو نجح فيه بشكل كبير بعد تمريره اجايه وتعامل اجايه ايضا قبل صناعه الهدف هو كنترول كهربا على الكره هو ده الهدف يعني بص يعني دي لوحدها بص دي اولا ان هو ان اجايه وبعدين كمان بيديها له في مساحه ومش بيخليه متسلل يعني هو ظابط بالسنتيمتر كنترول كهربا على الكره ولمسته كمان لمسته. نتمنى ان شاء الله ان الاهلي يكون موفق دائما وابدا في كل التحديات والمباريات المقبله تحديدا بدايه من مباراه الزمالك في السوبر المصري يوم الخميس القادم. بالتالي الحديث عن هذه المباراه كيف ترى مباراه الاهلي والزمالك؟ شايف ان انها مباراه مش سهله طبعا اكيد مش سهله على الزمالك ومش سهله على الاهلي طبعا. عشان نكون منصفين يعني الزمالك طبعا فايز امبارح ببطوله السوبر الافريقي على الترجي على هو الترجي ما كانش موجود اساسا ما جاش الترجي خالص يعني انا متخيل ان في مباراه الموسم قبل الماضي لو كان الترجي في الحاله دي كان الاهلي كسبه ورايح جاي 6-0 والله يعني بدون مبالغه يعني ما كانش في فريق قدامه لكن في النهايه هو مكسب للكره المصريه طبعا يعني طبعا خدنا بطوله سوبر يعني انا بنهني جماهير نادي الزمالك طبعا. على حصول الفريق على بطوله 10 القاب سوبر لمصر 6 اهلي و4 زمالك ما زال الاهلي هو المتفوق طبعا. بالنسبه لبطولات السوبر دي حاجه ايجابيه وفي مجمل البطولات الافريقيه وهو سيد افريقيا ونادي القرن علينا ان نعترف بها بطولات النادي الاهلي طبعا ده اكيد دي حاجه مفروغ منها انما البطوله دي طبعا عملت نوع من الزخم لنادي الزمالك معنويا تفرق معاهم شويه كانوا في اشد الاحتياج ان بعد كثير من الاخفاقات كمان المدير الفني كان عليه كلام كبير ماشي في سطر ويسيب سطر في بطوله الدوري دي مباراه السوبر طبعا 3-2 للنادي الاهلي مع الزمالك بداية مستر فايلر مع الفريق تمام كانت احد الاسباب اللي تسببت في رحيل ميتشو طبعا احنا مش عاوزين مباراه السوبر اللي جايه تسبب في رحيل كارترون ولا حاجه بس احنا بنتكلم ان اللي بيتقال ان كارترون حافظ لعيبه الاهلي وانه عارف الكواليس وعارف الاسرار ويقدر يحط خطه لمباراه السوبر ان هو يضرب بيها الاهلي ويكسب بيها ده مشروع لاي مدير فني ان هو يفكر ده طبيعي يعني مفيش مشكله لكن اللي هينجح على مدار المباراه هو اللي هيكسب لكن انا عاوز يعني اطمن جمهور النادي الاهلي ان مستر كارترون يعني ما نجحش في ان هو يطلع من لعيبه الاهلي اللي طلعوا مستر فايرر خاصه في المجموعه اللي كانت موجوده مع مستر كارترون يعني مثلا زي علي معلول احمد فتحي شناوي اعتقد في عدد من اللاعبين متواجد وليد سليمان كان موجود يعني 5-6 لعيبه ما زالوا موجودين في ريسوح اللعبه دي في الفريق تمام لكن تبقى مباراه السوبر بحسابات اخرى مباراه القمه عامه اهلي وزمالك حسابات مختلفه طول عمرنا في مباراه القمه هي 50-50 قبل اللقاء طبعا في معاد فتره محدده كده ايام مستر مانويل جوزيه يعني ما كانش بيبقى فيه توقعات كان بيبقى الاهلي دايما ليه الاولويه يمكن في الـ في الـ في السنه الثالثه او الرابعه من وجود مستر مانويل جوزيه لكن في العام الاول لمستر مانويل جوزيه في الولايه الثانيه كانت برضو الامور 50-50 يعني كانت ماشيه بالتحديد لا الولايه الثانيه بدايتها مستر مانويل جوزيه خسرنا 2-1 في الدوري المصري الدور الثاني كان لسه هو جاي في جون ابو تريكا اول جون ابو تريكا في الزمالك وبعد مزبوط. كده بدايه من الموسم اللي بعده الاهلي بيكسب الزمالك على طول 4-2 و 3-1 2004 2005 رايح جاي بالظبط رايح جاي وحتى في افريقيا مظبوط وحتى في افريقيا انا اعتقد ان الاهلي حقق ربيبو عجبه او الجون ده عمال يعيد 5 انتصارات في بطولات الانديه الافريقيه مقابل تعادل وحيد يعني فبالتالي كيف يتعامل مستر فايلر مع مباراة الزمالك خصوصا ان الزمالك منتشي بفوز كبير وثمين على فريق المصري او عفوا اكيد ان مستر فايلر انه هيحترم المنافس جدا هيحترم المنافس طبعا هيحترم عقلية كارترون وادارته للمباريات
هو بيجيد المشاهده كويس قوي. تمام. بيقدر ان هو يعرف اللي قدامه هيفكر ازاي او هيتعامل ازاي. كل حساباتهم قايمه على علي على الاطراف بتاعه النادي الاهلي ان هم يستغلوا المساحات. هي دي القصه اللي بيلعبوا عليها. واللي ايهاب جلال لعب عليها، كابتن ايهاب جلال لعب عليها امبارح بالظبط في الكرات الطويله اللي في الكرات الطويله خلف علي معلول. بالتاكيد ان الواجبات سواء كان كابتن علي معلول هيلعب في كاساسي او بديله ايمن اشرف هيلعب هو في هذا اللقاء، في كل الاحوال ان هيبقى في تاني شويه او في حسابات لعمليه التقدم الهجومي الكاسح ده. وان كنا نتمنى ان يكون هناك تقدم هجومي كاسح يسفر عن اهداف إن شاء الله. خاصه في النص ساعه الاولى من اللقاء يعني باذن الله. فدي اللي الزمالك داخل بيه هذا اللقاء، التفكير مسلح يعني. مسلح بارتفاع روح معنويه نتيجه حصوله على بطوله السوبر. السلاح او الكارت اللي هم بيروج له البعض ان كارت رون سبق انه درب الاهلي فعارف الخفايا والاسرار والكواليس يعني. هم دول السلاحين اللي بيلعب عليهم نادي الزمالك. في المقابل الاهلي بفايلر طعم تاني وشكل تاني ويستطيع ان شاء الله ان هو يحقق. تتوقع مستر فايلر يا دكتور مفاجاه على غرار المفاجاه اللي عملها في مباراه الزمالك؟ اكيد هتحصل مفاجاه. اكيد هتعمل يعني انا يعني هي مفاجاه انا متخيلها. ايه هي؟ بس يعني ولا مش عايز تقولها؟ لا مش عاوز اقولها مش عاوز اقولها، انما انا اعتقد ان هي هتساهم بشكل كبير جدا في ارباك المنافس في مباراه القمه. وافتكر الجمله اللي انا قلتها لك دي، في مفاجاه هيعملها مستر فايلر هتساهم كثيرا جدا في ارباك الزمالك في مباراه القمه. وجاهزيه عدد كبير جدا من اللاعبين في الحقيقه، بيضاف ليهم كمان رمضان صبحي شارك في تدريبات النهارده وتدريبات يوم الخميس اللي فات كمان كان شارك فيها. فالجاهزيه دي هتبقى ميزه لمستر فايلر في كيفيه اداره المباراه وكيفيه التعامل مع التشكيل الاساسي اللي هيحطه لهذه المباراه. ده امر ايجابي جدا هو اشتغل عليه على مدار الموسم يعني. طبعا بالتاكيد اللي حضرتك بتقوله طبعا بيساهم كتير جدا في ترجيح كفه مستر فايلر في هذا اللقاء. الاهم من ده هي حاله الهدوء سواء في التصريحات من الجهاز الفني او من المسؤولين او ودي اللي بتميز النادي الاهلي. على الجانب الاخر في تصريحات يعني دايما بتصب طبعا بيبقى مع مكسب يعني بتسلح بمكسب بيبقى طموح عالي شويه ربما يكون اكتر من امكانيات الواقع يعني. حق مشروع لكل الانديه بشكل عام، لكن يبقى الاقوى هو اللي فرصه هتبقى اكبر في الفوز بمباراه السوبر باذن الله. والاهلي في الحقيقه الفتره اللي فاتت ماشي بشكل مميز جدا وان شاء الله يكون موفق ان شاء الله في هذه المباراه. تتوقع ايه النتيجه؟ النتيجه حمراء ان شاء الله. النتيجه حمراء تتوقع ولا صعب؟ يعني اذا صدق حدسي في المفاجاه بتاعت مستر فايلر اعتقد ان هي هتبقى نتيجه لن تقل عن فارق هدفين ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم في بعض الملفات الاخرى الهامه جدا في الساحه المحليه، بالتحديد فيما يتعلق باتحاد الكوره والفار، وده الحديث والشغل الشاغل لكل الصحافه والاعلام المصري خلال الفتره الحاليه. تتوقع ان الفار يكون متواجد من الدور الثاني ولا الرخصه في رخص جت لبعض الحكام يعني ناقص بعض الاخر، والموضوع هيكتمل باذن الله قبل يوم 9 مارس. لو اكتمل قبل يوم 9 مارس واستطاع اتحاد الكره ان هو تكتمل تراخيص هيتبقى الرول بلاي اللي هيتعمل يعني القصه بتاعت المحاكاه في مباراه الدوري وان يكون فيها تجريب في بعض المباريات. بتحصل بعض التجارب خلال الفتره الحاليه، مش تجارب في مباراه الدوري، تجارب مباريات وديه يعني ده اللي بيحصل خلال الفتره الحاليه. من ضمن الشروط برضو اللي لازم تبقى متوفره اللي انا عرفته من الاتحاد المغربي ان هو في 10 مباريات الاخيره من الدور الاول عمل ما يشبه البث التجريبي للقصه او للمحاكاه او الرول بلاي هل احنا المشكله ان مفيش مباريات دلوقتي يعني هي دي بس يمكن دي النظريه الاني شويه يعني انت هتخش عاوز تطبق تقنيه الفار في الدور الثاني مباشره
مع وجود مع عدم يعني سبق ان يكون في تجريب على القصه دي في مباراه الدوري. تمام. هي دي اللي ممكن تكون. اوكي، خليني اقول خبر عاجل وهو خاص بحكام مباراه الاهلي وسان داونز، وتم الاعلان عنهم بشكل رسمي من قبل الاتحاد الافريقي. حكم مباراه الذهاب ما بين الاهلي وسان داونز هيكون الحكم الكونغولي جون جاك نجامبو، ده هيدير مباراة الذهاب بين الأهلي وسان داونز. والحكم الجنبي بكاري جسامة سيدير مباراة الإياب يوم 7 مارس بجنوب أفريقيا، ده طاقم التحكيم الخاص بمباراة الإياب والذهاب. الحكم الكونغولي جون جاك جامبو ده هيكون الحكم لمباراة الذهاب، وبكاري جسامة الحكم الجنبي اللي معروف في الحقيقة بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي هو هيكون حكم لقاء الإياب. تعليقك يا دكتور. تعليق كده مش يعني مش شيء يطمئن يعني. ما يطمنش. لا ما يطمنش. بكاري جسامة تحديدا يعني. وبكاري جسامة مباراة إياب نفس القصة. ده هو بكاري جسامة اللي حكم مباراة الإياب بيننا وبين سان داونز، مش كده؟ لو أنا متذكر يعني. مش متذكر، لو تعرفوا يا جماعة قولوا لنا. أعتقد بكاري جسامة هو اللي حكم مباراة الإياب. هو حكم على فكرة مباراة الوداد 2017 الإياب في النهائي. وكان حكم الفيديو في مباراة الترجي. هو دايما بيجي لنا بكاري جسامه كده، مش عارف بيجي لنا من انهي حته، بس هل ده مستهدف؟ هل الاهلي محتاج انه يعلي صوته في قادم الايام؟ هل يبقى في احتجاج رسمي على بكاري جسامه، خصوصا ان سوابقه الكتيره جدا مع النادي الاهلي؟ هل المفروض ان يبدا التحرك طالما اعلن الاتحاد الافريقي من الان؟ ولا نستنى شويه؟ لا، لابد من التحرك. هو موضوع بقى غريب بصراحة. الموضوع هو استهداف النادي الأهلي. وحتى الحكم الكونغولي يعني مش الحكم مش عالي المستوى قوي يعني في أفريقيا. وليه لازم احنا يحكم لنا بكاري جسامة يعني؟ يا إما حكم ساحة يا إما حكم فيديو. وبعدين يا إما حكم ساحة يا إما حكم فيديو. كان موجود في ماتش الوداد، بقول لحضرتك في 2017 لما عماد متعب عمل اللقطة الشهيرة دي بعد الماتش نهائي الوداد. كان هو الحكم في الحقيقة، كان حاجة صعبة جدا. وما حكمش، ما احتسبش ضربة جزاء واضحة بالظبط لصالح النادي. لا، وعطل اللعب كتير قوي، أنا كنت موجود في الملعب، كان عطل اللعب بطريقة. وأعتقد هو اللي أدار مباراة الترجي برضه. أني واحدة؟ النهائي الإياب أعتقد هو اللي أدار. لا تسيمة الأثيوبي. الأثيوبي اللي أدار الإياب. الإياب هناك في رادس. الأثيوبي لكن هو اكيد اللي حكم مهدي عبيد العوده، اكيد هو اللي حكم الاياب بتاع سان داونز. اكيد سان داونز اللي كان في القاهره السنه اللي فاتت، كان في القاهره فعلا. هو كان موجود اللي كان في برج العرب. طب هم بيدوا له في نفس السيناريو ان هو يبقى الاياب بس في هناك في على حسب بقى نتيجه الذهاب. هيحجم لسان داونز نفس ما حجم لنا في المباراه دي. ومش هيحسب لسان داونز اي ضربه جزاء. وهيخلي النتيجه هناك تبقى سلبيه او طب تفسر بايه يعني اصرار الاتحاد الافريقي او لجنه الحكام سواء بقى الجديده يعني او اللي قبليها كانوا برضو متعنتين ضد النادي الاهلي على تعيين هذا الحكم رغم ان الاهلي اشتكى كذا مره؟ البدايه من 3-4 سنين هي بدايه مستمره. وكانهم مش عايزين الاهلي يحقق البطوله التاسعه والعشره وال11، عاوزين يوقفوه عند 8. انا مش فاهم القصه دي ولصالح مين. هل في شبهة فساد في الموضوع؟ هو كله بيتكلم على جزئية الفساد دي في الحقيقة. كمان راجل أعمال بيمتلك نادي لا داعي لذكر اسمه بدأت تروح في الأفق إنه بيدفع أموال طائلة جدا لبعض الأطراف يعني. على اساس ان فرقته تاخد البطوله السنه دي، هل القصه كده؟ هل القصه باتجاه اطراف مؤثره جوه الكاف فهي اللي طب ليه جسامة ده ما يروحش يحكم للترجي يا اخي، ولا يحكم للنجم الساحلي؟ حاجه غريبه بصراحه. اشمعنى الاهلي يعني؟ طيب يعني خلينا نركز في اللي جاي دلوقتي، مباراه الزمالك في السوبر، وده الاهم. لابد من التحرك. لابد من التحرك، شايف كده؟ لابد من التحرك. طيب يا دكتور انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا سعيد بك يا امير، كل الامنيات الطيبه ان الفوز يكون حليف النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في مباراه السوبر القادمه وفي مباراتي سان داونز باذن الله تعالى. دكتور ابراهيم داوود الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الكره والملاعب كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. دي كانت حلقتنا، بكره حلقه جديده مليئه بالاخبار العديده واستعدادات الفريق النادي الاهلي للمواجهه المرتقبه يوم الخميس المقبل امام نادي الزمالك. تابعونا، الى اللقاء.